أحبتي أينما كنتم وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعد حلقة جديدة من برنامج تصحيح التلاوة. هذه الحلقة الرابعة من الموسم الثاني. خلوني أشارك فقط الفيديو، ما أعرف ليش إنه بعض المتابعين يقول إنه ما تصلنا الإشعارات، ما أعرف ليش حقيقة يعني. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله من دخل معنا. ومباشرة أبدأ، أنا وقفت في الحلقة الثالثة، كملنا الإظهار، واليوم راح ناخذ الإدغام. الله تعالى يبارك فيكم. خلونا نشوف، نبدأ. يا مرحبا بكم، وبعد ذلك أستقبل الاتصالات إن شاء الله تعالى. الإدغام أحبتي في الله لغة الإدخال، إدخال الشيء في الشيء، واصطلاحا يعني في علم التجويد هذا مقصود من كلمة اصطلاحا اجتماع حرفين الأول ساكن والثاني متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشدد من جنس الثاني بلا فصل. لاحظتم الآن في وعند، لما احنا نحكي ونقول يا جماعة الخير كيف ما في صورة؟ يا جماعة الناس بتقول ما في صورة، شايفيني ولا لا؟ ما في صورة؟ هل في صورة ولا ما في صورة؟ تمام، طمنتوني، الله يطمن قلبكم. لما نقول في يعني هنا عيصير، يعني هو الكلام عيصير إدخال. لاحظتم كيف؟ هذا اللي هو مقصود بالإدغام، اللي راح يختلف عن الإخفاء ويمر معنا إن شاء الله تعالى. شرح التعريف: إذا وقعت النون الساكنة أو التنوين قبل حروف الإدغام فإنهما يدغمان فيها بحيث يصير الحرفان المدغم والمدغم فيه حرفا واحدا مشددا. تمام؟ ينقسم الإدغام إلى قسمين: قسم إدغام بغنة، والقسم الثاني بلا غنة. طيب الحروف، حروف الإدغام احنا أخذنا ستة، والآن أيضا نأتي إلى ستة، الله يبارك فيكم، فيصير عندنا 12 حرف حتى نعرف ما هي، وهي مجموعة في كلمة يرملون. بغنى أربعة حروف: ينمو أو يومن، يعني ينمو أو يومن، هذه الياء والواو والميم والنون. وبغير غنى اللام والراء، اللام والراء. مثلا لدينا أحبتي في الله عند الياء، عند الياء، وانتبهوا أنه الإدغام لا يكون إلا في كلمتين، خلوها قاعدة عندكم، لا يوجد إدغام في كلمة واحدة، يجب أن يكون ويحصل الإدغام في كلمتين. عندنا الياء مثلا كلمة فمن يعمل، نون مع الياء، ودائما أقول لكم ركزوا عليها لا تجعلوها يا صافية، لا تجعلوها يا صافي، الله تعالى يرضى عنكم. فمي حسوا بالغنة، فمي حتى لا أقول فمي، شوفوا أنا الآن قافل ولم يصل هنا، ولا يعني لم يحدث هنالك غنة من الخيشوم، هذه لا، يجب أن نركز حتى لا أجعلها يا صافي. فمي أين الغنة؟ واضح؟ فمن يعمل، فئة انتبهوا لا تدغم قبل أن تتم الحركة، لا أنت تنتقل إلى غنة الإدغام وأكلت حركة الحرف اللي هو فئة، فماذا أفعل؟ فئة ينصرونه. أكمل
أكمل ماذا؟ أكمل ضمة فئة التاء المربوطة مع الواو. مثلا من ولي، فرح تصير عندي إيش؟ ميو ميو، دخل الحرف النون في الواو وأصبحت مشددة حرفا واحدا. ميو ما إيش غنى؟ ميو ميو، ما أقول ميو ميو، صارت ياء، عفوا واو. فانتبهوا، هذه نركز عليها علشان نحن لما نقرأ نقرأ صح. ميولي، عندنا تنوين سراجا وهاجا، سراجا، واحرصوا على ضم الشفتين، سراجا وهاجا. الميم مثلا من ماء، مما، لاحظتم ما أكز حتى لا يتشوه، لما أنت تكز راح يتشوه عندك صوت الغنة وصوت الميم، لأنه صارت ميم ميم، ما في داعي. مما، وتنوين صراط مستقيم، صراط صراط مستقيم. لاحظتم الله تعالى يرضى عنكم، النون مع النون. مثلا نقول إن، نقول إن نقول، والغنة لا تنسون. ملكا نقاتل، ملكا نقاتل، هذه التنوين مع النون. أما الإدغام بغير غنة فننتبه أحبتي في الله. اللام أن لو، أن لو، طبعا هنا لماذا صارت بغير غنة؟ لأنه المخارج قريبة. قولوا هكذا أن ال، ما راح يصير عندي سرعة الانتقال وراح تكون ثقيلة لو قلت أن لو أن لو أن لو، راح يصير عندي قلقلة. فماذا استعاضت عنها العرب؟ بهذا التخفيف اللي هو الإدغام بغير غنة. ألناكل النون، اللو اللو اللو، أنا عم بعملها على البطيء علشان تركزوا الله يرضى عنكم. أندادا ليضلوا، أن أندادل أندادل، شوفوا النون وين أكلتها، هذا هو عند اللام نأكل، وكذلك عند الراء نأكل. أندادا ليضلوا رأسا، لا مع الراء، من ربك، من ربك، مر 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 ربك، أين النون؟ أكلتها. يعني لما نقول إدغام بغير غنة تأكل النون. وعندنا بشرا رسولا، بشرر 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 رسولا، لاحظتم وين النون؟ أكلتها. طبعا مؤلف الكتاب ذكر هنا تنبيهات وملاحظات حول الإدغام. الملاحظة الأولى، احذر من ترقيص الغنة والترنم فيها بما يخرجها عن هيئتها. واضح؟ ما أشرح أكثر، فيخرجونها عدة نونات متجاورة كأنه صوت يخرج من آلة موسيقية، فيموجونها ويرفعون الصوت ويخفضون بطريقة مطربة، ولعل ذلك ما يسميه علماء التجويد تطنين الغنات. تطنين الغنات، واضح؟ ملاحظة ثانية ذكرها أيضا المؤلف، إن النون نصفها يخرج من اللسان والنصف الثاني يكمله الأنف، والميم نصفها من الشفتين والنصف الثاني من الأنف،
وفي حالة الإدغام يتوقف عمل اللسان في النصف الأول وتبقى الغنة في تجويف الأنف، بحيث لو أمسك كما أمسكت أمامكم الأنف، بحيث لو أمسك القارئ أنفه انحبس صوت الغنة، فيجب على القارئ إخراج الغنة كاملة من الأنف، وليس للفم عمل بارز سوى توجيه الشفتين لكل حرف بما يناسبه. فعلى سبيل المثال لو نطقنا لفظ من وال تكون هيئة الشفتين مضمومة، بينما ميو كما قلت لكم أن تضمه، اللي متابع معانا ميوال. بينما لو نطقنا لفظ ومن يعمل فهيئة الشفتين تكون منفرجة عرضا، ومن يعمل، ويكون اللسان ثابتا معلقا في وسط الفم. وهذه نقطة يغفل عنها الكثيرون، فيظنون أن شكل الشفتين واحد عند كل حروف الإدغام، ولكن التجربة والتلقي والمشافهة تثبت عكس ذلك، ولا يجوز إخراج الإدغام بغنة بصوت خالص من الفم بحال من الأحوال لما قلت لكم هذه كلها بالفم ولا علاقة لها. فانتبهوا أحبتي في الله، أنا يمكن أتوقف هنا إن شاء الله تعالى وأبدأ أستقبل الاتصالات، وفي ملاحظات أخرى أكملها إن شاء الله في اللقاء القادم إن بقينا أحياء.